وللمزيد حول هذا الموضوع معنا محمد بن حمو خبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية في تصريح لزملائنا بإذاعة ميديا. هو عنصر يؤكد بشكل جلي ما تم التصريح به بأننا أمام خلية خطيرة وخطيرة جدا، وكانت على مشارف الشروع في أعمالها الإجرامية. أكيد بأن العثور في مركبة مبردة لقنينات حارقة بشكل كوكتيل مولوتوف جاهزة للاستخدام، هذا مؤشر على أن المنخرطين في هذه الخلية الإرهابية كانوا قد هيئوا كل ما يستوجب بالنسبة لهم استخدامه في حالة تدخل القوات الأمنية أو عند الشروع في تنفيذ أعمالهم الإجرامية. فهذه القنينات الحارقة في جميع الأحوال هي معطيات تنضاف إلى تلك التي تم ضبطها عند تفكيك هذه الخلية، تؤشر بأن الأجهزة الأمنية المغربية تدخلت في الوقت المناسب وفي المكان المناسب بضربة استباقية قوية ونوعية.